Hello everyone, السلام عليكم. معكم مستر محمد إبراهيم. أهلا بكم في أول فيديو من الـ First Level، الفيديوهات التأسيسية للمراحل الابتدائية Grade 1, Grade 2 and Grade 3، أولى وثانية وثالثة ابتدائي، المدارس التدريبي والمدارس الخاصة لغات. Learn English Grammar with Mr. محمد إبراهيم. أول فيديو طبعا هيكون فيديو تأسيسي، هتلاقوا المعلومات فيها بسيطة ولكن هي مراجعة، ولازم نكون عندنا البيزك انجلش جرامر الاساس اللي موجود معانا. لازم اولادنا يكونوا عارفين المعلومات اللي هنقولها النهارده. خلونا نبتدي بيزك انجلش جرامر. يهمني جدا ويهمكم ان الاولاد الطلبه والطالبات في اولى وثانيه وثالثه ابتدائي يكونوا عارفين بارتس اوف سبيتش، اقسام الكلام. بارتس اوف سبيتش، اقسام الكلام، يعني الطالب الطفل هيكون عارف الكلمة دي، سواء هي noun اسم، pronoun ضمير، verb فعل، adjective صفة، adverb الحال، حروف الجر preposition. طب يا ترى ايه الفرق ما بين كل حاجة من دول؟ parts of speech أقسام الكلام. noun ده الاسم، سواء اسم شخص زي أحمد، محمد، سارة، منى، أو اسم something، اسم شيء thing زي book، pen، pencil، school، hospital. حتى لو اسم الشيء ده في مكان كمان ده بنطلق عليه noun اسم. pronoun ضمير، كلنا عارفين ان الضمير بيحل محل الاسم او بيدل على الاسم. يعني لما اجي اقول احمد is a teacher، ممكن اشيل احمد واشاور واقول he is a teacher، هو مدرس. بالتالي انا عارف ان هي البرونون بتعبر او بتدل على شخص. احنا عارفين طبعا البرونون I انا، يو انت، هي هو، شي هي، ات هو او هي لغير العاقل، وي نحن، يو انتم، they هم وهن. verb هو الفعل، هو اللي بيدل على حدوث شيء ما حصل في وقت، سواء بقى تصريف الفعل ده كان في المضارع present او الباست الماضي او الفيوتشر. لكن يهمنا ان الطفل يعرف ان ده verb، زي play يلعب في المضارع، played لعب في الماضي، will play في المستقبل. adjective صفه هي عباره عن كلمه بتوصف الاسم او الضمير. يعني لما اجي اقول he is rich man، هو يكون رجل غني. rich man، لاحظنا ان الصفه دايما بتسبق الاسم عكس العربي، عكس اللغة العربية، لازم الصفة في اللغة الإنجليزية تيجي قبل الاسم. He is rich man. وكمان ممكن الصفة تيجي توصف ضمير، يعني لما أجي أقول he is smart، هو ذكي. He is smart، هو ذكي. الأدفيرب حتى من اسمها عبارة عن كلمة بتصف طريقة الفعل، بتوضح الفعل تم إزاي. أدفيرب، أحمد writes quickly، أحمد بيكتب بسرعة، طريقة كتابته quickly. كمان لو جيت أقول لك فعل زي adverb أو أفعال زي اللي هنقولها، يعني مثلا لما أجي أقول لك speak slowly، تحدث ببطء. ليه؟ I can't understand you، مش قادر أفهمك. بالتالي أنت شايف إن طريقتك اللي أنا بطلبها منك speak slowly، slowly هنا ببطء. وخلي بالك ان الادفيرب اغلبيه الادفيرب بينتهي بال واي. حقيقي ان في بعض الادفيرب بيكون الريجولار شاز، زي مثلا لما اجي اقول يو سبيك انجلش ويل، انت بتتحدث الانجليزيه بشكل جيد. احنا عندنا ويل دي من ضمن الريجولار فيرب الحال الشاذ المختلف، لكن اغلبيه الادفيرب بينتهي بال واي. preposition حروف الجر هي كلمة بتأتي مع الاسم أو الضمير عشان تبين علاقته بكلمة أخرى. يعني لما أجي أقول أحمد goes to school، أنا ما ينفعش أقول أحمد goes school، أحمد يذهب مدرسة، ما ينفعش، أحمد يذهب إلى. إحنا عارفين إن to وراها عادة بتيجي المكان أو الأماكن، to school، أحمد goes to school، they traveled by train، by عادة بيجي طبعا وراها وسائل النقل، they traveled by train. to، by، on، at، كل دي من prepositions حروف الجر.
كمان معانا ملاحظة مهمة جدا، لازم نبقى عارفين ان اي جملة في اللغة الانجليزية لازم يكون فيها فعل، يعني ما ينفعش عندنا في الانجليش الجملة الاسمية علي دكتور دي جملة خاطئة، ما ينفعش. اي جملة في اللغة الانجليزية لازم يكون فيها الفعل، سواء الفعل ده verb to be زي am او is او are، سواء بقى في المضارع او في الماضي was او were، ولكن لازم يكون في فعل سواء verb to be او اي فعل تاني زي يلعب، ياكل، يشرب، eat, play, drink, sleep. علي is a doctor، علي دكتور. مفيش جمله في اللغه الانجليزيه ما يكونش فيها فعل، علي is a doctor. كمان مهم ان اولادنا يكونوا عارفين الاسماء المفرده singular noun. singular nouns الاسماء المفرده، noun الاسم can be singular or plural. والاسم اللي انا بكلمك عنه مش بكلمك على اسم علم، اسم شخص يعني محمد، احمد، ساره، ده ملوش جمع، لكن انا بكلمك على اسم ايه. When you are talking about person اسم وظيفة شخص زي teacher الجمع بتاعها teachers، زي مثلا doctor الجمع بتاعها doctors، ده اسم وظيفة شخص. animal حيوان، place المكان، thing الأشياء، تستخدم المفرد بتاعها يبقى ده singular noun. عندنا الارتكلز الأدوات اللي بنستخدمها الناكرة a أو an. There are 26 letters in the English alphabet. في 26 حرف موجود في اللغة الإنجليزية. 5 are vowels. في 5 حروف متحركة. A, E, I, O, U. والباقي دول consonants. دي حروف ساكنة. ليه نعرف؟ مهم جدا نعرف الخمس حروف المتحركة، لأن الكلمة المفرد singular noun الاسم المفرد بيسبقه A أو N، بيجي قبله A أو N. امتى نستخدم ايه، امتى نستخدم ان، كلنا عارفين الكلام ده. ايه بيجي وراها؟ الكلمه اللي بتبتدي بحرف ساكن consonant، boy، girl، man، rabbit، tree. لكن ان بتيجي قبل الكلمه اللي بتبتدي بحرف متحرك a e o i u. an apple، an orange، an egg، an orange، an insect، an umbrella. زي ما احنا شايفين عينينا دايما على الكلمة بدايتها ايه، هل هو vowel؟ هنجيب an. طيب use a or an before singular nouns. use an before words beginning with vowels. دايما an بتيجي مع الكلمات قبل الكلمات اللي بتبتدي بحروف متحركة، زي الكلمات اللي موجودة معانا. لاحظ هتلاقي حرف الـ a، الـ e، الـ e، الـ i، زي an ice cream، an igloo، an orange، an umbrella، an uncle. choose the correct word. تعالى نطبق اللي احنا فهمناه دلوقتي. it's a ولا an rabbit. عينيك على الكلمة هتلاقي بتبتدي بحرف ساكن. it's a rabbit. it's a ولا an purple book. خلي بالك ان a او an كمان بيجي وراهم الصفة اسم، احفظها بالشكل ده وتفهمها بالشكل ده. it's a او an الصفة اسم. He is an intelligent boy. زي ما انت شايف كده، لو جيت اكتبها لك الجملة دي علشان تبقى عارف. He is an intelligent boy. هو ولد ذكي. فين الصفة؟ intelligent. فين الاسم؟ boy. وزي ما احنا عارفين عينينا على الكلمة اللي بتيجي قبلها an او a هتلاقيها بتبتدي بحرف vowel، فعشان كده قلنا an. لكن لو جيت اقول he is a smart boy او he is a tall boy، زي ما انت شايف هتلاقي حرف ساكن، بالتالي قلت he is a اللي هي a. he is a smart boy. نكمل. it's a ولا an taxi. عينيك على الكلمة. it's a taxi. it's a ولا an lorry. it's a lorry حرف ساكن. it's a red bike. a او an الصفة اسم. it's a car. it's a pink doll. it's a pencil. لو افترضنا اللي دي apples جمع. it's a ولا an orange carrot. it's an orange carrot. she has a pear. she has an onion. لان ده حرف vowel متحرك. it's an animal.
ما ينفعش and، لأن and حرف عطف بمعنى و. She has got an ice cream. It's an ant. It's a hippo. It's an ostrich. زي ما احنا شايفين نعامة وبتبتدي بحرف باول متحرك، بالتالي اخترنا an قبلها. This is هذا يكون an eagle، هذا نسر. This is a wolf لو افترضنا اللي دي animals. It's an insect، كلام سهل وبسيط وكلنا نعرفه. It's an apple. It's a yellow train. It's an umbrella. It's an egg. It's an orange. It's a book. It's an eraser، ممسحة أو أستيكة. It's a cherry pie. He has a carrot. He has a potato. This is a tall boy. شايفين A أو N الصفة اسم، tall boy A لأن الصفة كمان بتبتدي بحرف ساكن. This is an elephant. This is a bird مفرد، عشان كده اخترت A. I am a monkey. I am a dolphin. This is a mouse. لازم اختار بعد A كلمة بتكون بتبتدي consonant ساكن. I am a yo-yo. كمان عندنا مهم جدا نبقى عارفين البلورال ناونز، وانا مش جاي اكلمك النهارده واقول لك ان احنا عندنا الكلمه السنجولر المفرد جمعها بنحط له اس بس، لازم تعرف معلومات اكتر كمان على البلورال ناونز الاسماء الجمع. When you are talking about two or more people, animals, places or things, use plural nouns. لما بتتكلم على شيئين او اكتر، شخصين او اكتر، مكانين او اكتر، لازم تستخدم الكلمه في صيغة الجمع. حقيقي إن most nouns are made plural، بنصنع الجمع من الكلمات المفردة، الأسماء المفردة by adding s at the end، زي كلمة star الجمع بتاعها زي ما احنا عارفين stars، bat المضرب، bats. ولكن عندنا some plural nouns end in es، بعض الكلمات المفردة بتنتهي ب ch، sh، s، عندنا اس اس او اكس. كل الكلمات دي لما تلاقيها بتنتهي كلمه مفرد سنجولر بتنتهي ب سي اتش اس اتش اس او اس اس او اكس، لازم تحط لها في الجمع اي اس. When the last letters of singular nouns are سي اتش اس اتش اس 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 او اكس usually add اي اس، لازم تزود اي اس زي بس، buses، وهنا two buses، glass، هنا ثلاثه three glasses، ثلاث كوبايات، برش، فرشة، برشز. بالتالي لازم نكون عارفين ان الكلمات اللي بتنتهي بالحروف دي لازم نزود لها اس. هنا general exercise، do you add s or es to these singular nouns to make them plural؟ يا ترى بنحط ايه من اس ولا اي اس للكلمات دي؟ ديسك، ديسكس، بنزود لها اس. كلاس، فصل، بنزود لها الجمع اي اس لانها بتنتهي باس اس. كوم، مش من حرف البي سايلنت فبنزود لها اس. كومز، مج، مجز. بس بينتهي باس بنزود لها اي اس. باسز، باسكت، باسكت، بنزود لها اس. بيتش بتنتهي بسي اتش بنزود لها اي اس. بيتشز، بيلت، بيلتس، تاكسي، تاكسز. لكن بوكس بتنتهي باكس، من الكلمات اللي بتنتهي باكس بنزود لها اي اس. بوكسز، دو يو تشينج، هل بنزود بنغير الواي لما كلمه بتنتهي بواي؟ هل بنشيل الواي ونحط مكانها اي اي اس ولا بس بنزود الاس؟ دي هتيجي معانا هنا. سم بلورال ناونز ان اي اي اس، بعض الكلمات الجمع الاسماء الاسم الجمع بينتهي باي اي اس. خلينا نشوف الكلمات المفرد اللي بتنتهي ب واي زي butterfly. دايما علشان تعرف ان كنت هتشيل الواي وتحط مكانها اي اي اس ولا لا، بص على الحرف اللي قبل الواي، هل هو vowel ولا consonant؟ لو لقيته vowel يعني حرف متحرك شيل الواي حط مكانه، لو لقيته حرف ساكن زي مثلا ال شيل الواي وحط مكانها اي اي اس زي butterfly، butterflies. قبل الواي في ال، عشان كده شلنا الواي وحطينا مكانها اي اي اس، كناري، كناريز. لكن لو لقيت قبل الواي حرف فاول، حرف متحرك
سيب الواي زي ما هي وحط الاس ده اللي موجود معانا. What if there is a vowel before the y؟ ساعتها in this case, in that case, add the s to form the plural. حط الاس على طول علشان تجمع الكلمة. هنا مثلا معانا الأمثلة اللي هتوضح لنا الكلام ده. في مفتاح لما الواي قبلها حرف vowel اللي هو الاي هنسيبها ونحط الاس يبقى keys. سيتي بص على الواي قبلها حرف ساكن بالتالي هتشيل الواي وتحط مكانها اي اي اس. سيتيز باترفلاي باترفلايز شيل الواي حط مكانها اي اي اس. مونكي قبل الواي في حرف فاول متحرك سيب الواي وحط الاس مونكيز. فلاي طائر حشره فلايز شيل الواي حط مكانها اي اي اس. توي تويز حط الاس. بيبي شيل الواي حط مكانها اي اي اس بيبيز زي ما انت شايف. نشيل الواي ونحط مكانها اي اي اس. بارتي بارتيز نشيل الواي ونحط مكانها اي اي اس لانها بلا حرف ساكن. همني مدخنه همنز. ليدي حط هنا الاس على طول لان زي ما احنا شايفين الواي قبلها اي. ليدي ليديز بنشيل الواي ونحط مكانها اي اي اس لان قبل الواي في حرف متحرك. كمان عندنا بعض الكلمات المفرد سنجولر بتنتهي بإف إي لازم ساعتها نشيل ونغير الإف بنحولها لفي وبنحط إي إس زي النايف نايفز سكينة سكاكين لايف لايفز وايف وايفز زوجات. عندنا دي حاجة مهمة جدا لازم نكون عارفينها. Some plural nouns don't follow في بعض كلمات جمع مش بتتبع أي قاعدة من القواعد دي ولا بنزود اس ولا اي اس ولا اي اي اس ولا في اي اس لكن هي كلمات شاذه معاها غريب تبقى مستغرب كده من شكل الجمع بتاعها. ماوس از ده مفرد لكن الجمع بتاعها مايس مايس. جوس الوزه الجمع بتاعها جيس ار جيس جمع. دايما نفتكر ان المفرد از والجمع ار مع فيرب تو بي. عندنا general exercise عايزين نطبق اللي احنا فهمناه. how many كم عدد بيجي دايما وراها الجمع وهتلاقي في السؤال دليل. how many sweets are there are بتاعة الجمع. there are two two فيما فوق اثنين او اكتر يبقى عايزين الكلمة الجمع. there are two cats. there are four bananas. there is one one يعني مفرد lollipop عايزين الكلمة المفرد. في مصاصة واحدة they are trees جمع. they are ثم يكون they are it's a flower ما بقولش في الكلمة المفرد it's a flower الأفضل it's a flower it's a tree it's a bird. they are cards هم cards. there are three green ادي الدليل three الجمع يبقى لازم اجيب الكلمة الجمع اللي هي plural. there are three green frogs. where are the cakes الدليل are بتيجي مع الجمع. there is one boy in the garden لما جت one انها صفه ولد واحد في الحديقه. there is one boy in the garden. how many dolls are there where is the kitten بالكلمه الوحيده المفرد. the is يعني عايزين الكلمه المفرد. the mouse with the اداه المعرفه. a mouse اداه النكره النكرة. I have got a plane. أنا عندي طائرة. You have got six. جمع cars. دي الحروف أو الأرقام اللي بتدل على الجمع. Six cars. The car yellow. كمل جملتك. شوف هتقدر تختار إيه. الشنط المدرسية لأنها جمع are. The school bags. I have got two oranges. I have got some. Some. بعض من يعني بتيجي وراها كلمة جمع. بعض من أشياء كتيرة. I have got some apples. Hammer has got 20. لديه 20 books. There are lots of كثيرة من toys in my room. These are 10 ants. جمع. This is a مفرد. This is a pen. I have got a bird. عندي طائر. I have got 5 computers. جمع. This is a أو an الصفة. اسم بس this is a brown مفرد يبقى الكلمة على طول ruler. there are
pyramids. في أهرامات they are big. There is a station. في محطر it's a big. Happy learning. كده السيشن الأولاني انتهت يا شباب. المحاضرة الأولى انتهت. أتمنى تكونوا استفدتم. بنفتكر المعلومات مع بعض. ده كورس تأسيسي. الفيديوهات القادمة هيكون المعلومات فيها أكتر وأكتر. هنحل تدريبات أكتر. دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة أصدقائكم للقناة. Thank you everyone. أتمنى لكم استفدتم. تابعوا القناة. أشكركم شكرا جزيلا. Thank you everyone. Happy learning. كان معاكم مستر محمد إبراهيم. Thank you so much.